القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. الوقت درس رقم 434 من دروس التفسير، ومازال أكد سورة الأحزاب السيدي ميرد ربد نفس سلسلة آية 59 المذ الآية 68. إذن هذا هو الدرس رقم 434 مع سورة الأحزاب. اليوم تفسيرنا ينصرف إلى الآيات 59-68. الآية 59: يا أيها النبي، رب سبحانه يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب، يا أيها النبي، من باب التذكير. ربنا حينما يخاطب كوكبة الأنبياء في موضع النداء يخاطبهم بأسمائهم. سيدي ربي ما ليس سيول إمول هنن تالسا إلى أنبياء يسول سنسي سمون سن. مثلا ربي ناد يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، آدم سيسميس. سيدنا إبراهيم الخليل إنيس يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. موسى إنيس يا موسى إني أنا ربك. عيسى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. مدي بضر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لكن ملان أسيسيول إما يا أيها النبي أم ذاكي هذا يا أيها النبي. وتكررت الآية في بالصيغ أيضا في صور أخرى، نغ يا أيها الرسول، إما بوصف النبوة إبرازا لمقامه، إما بوصف الرسالة يا أيها الرسول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. تجد الإشارة الأولى، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. المعنى الإجمالي للآية تنص على التحجب، على الحجاب، على الحجاب الشرعي الساتر السترة. لا يجيت مسلي دفثو الصرا ثو الصرا أغصر ربي الدنيا الآخر، يعني ربي في كيس زال ثلاوين، يعني ربنا اقتضت حكمته باش يحافظ على حرمة النساء وعلى مقامهن وعلى احترامهن وقدرهن، فأمر بالسترة باش يستروا ثو الصرا محافظة على الشرف على المقامات على الأعراض. وربنا سبحانه أعلم بنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثو الصرا في الها ثو الصرا في الها الحياء خطر في قذقي تسيقذي يقتسك نزال إثم الطوث يقتسك نزال إث وشول يقتسك نزال إثم التي سمثا. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. أشرنا فيما سبق إلى مواقف هؤلاء فلا داعي للتفصيل، ولكن بالإجمال هذه الأصناف هؤلاء المنافقون والمرجفون ما غرضهم؟
غرضهم الأسماء يتمثل فيما يلي، أو أغراضهم تتمثل فيما يلي. أولاً زعزعة صف المسلمين، ثانياً التشكيك في الإسلام وفي أحكامه، ثالثاً إحداث الفتن والاضطراب في المجتمع المسلم إلى آخره. ذا شو سراجلس المنافقين شفام قبل 20 سنة ترضاكين يمد نهضر في نشرح أوائل سورة البقرة في 2001 من بدا التفسير. ربي مد يبض المؤمنين إذند الصفة نسن فانت المؤمن ذي المؤمن يبضد المنافق الكفار أيضا من الكافر إذان الكافر إذان عيناني كافر أسمد يبضى المنافقين أتصل آيات في يهضر في اللاسن خطر سعن بزاف صفات يا لطيف. المنافق يخفي الكفر ويظهر الإيمان، يعني شوف لا يشبح يا رقم داخل مثل دغيرك أهدف جن صفات المؤمنين أمعنى ذخليس يركوليس ذا منافق خدمن في خصارين في مقرانين تسهود دون الإسلام سيدخل، وهنا خطر المنافقين وخطر النفاق. لذلك ربي مدي بضى المنافقين لما كنت يحكى ذي الأخرف إناد إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. وكذلك يعني المرجفون الذين يعني يزرعون الأراجيف والأكاذيب لزرع الفتن في صف المسلمين إلى غير ذلك، ملعونين أينما ثقفوا أينما وجدوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سيدي ربي عز وجل يناد وكذلك ملعونين يكفي مادام إلى عنيثنا ربي سبحانه يسبع ذي تنسر رحمايس يسبع ذي سوى وكذي ثوفا خطر ثب ثنتوبة دايما ثلي ما إلا فناد موري بضارة الوقت سكرات الموت سيدي ربي يتسميح لكن قرني مزورة ربي يعفو يغفر يوين الشضن يوخر. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. السنة من خصائصها الرتابة، من خصائصها التواتر، طريقة متواترة رتيبة لا تتخلف. ربنا ما ترك نبيا من أنبيائه، صحيح يبتلى ويجرب مع أتباعه مع المؤمنين، ولكن لن يتخلى عنهم الله إلى غاية تبليغ الرسالة. سيدي ربي أريد سجارة لن بيينس يري فردان سو جرفن سيدت سي عدف لسن الحيف يعدف لسن الفاطل يعدف لسن المنكر أكن ملان وين دمضى دمكتير. أما سيدنا نوح أما غير الأنبياء، أما سيدنا إبراهيم شو قاعدين في الله، سيدنا موسى سيدنا عيسى سيدنا يونس سيدنا يوسف أكن ملان ألما ذنقروا محمد عليه الصلاة والسلام أكن ملان. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يعني فقي السنة جارية ربي يجرف الأنبياء سويني كفغا، يجرف المؤمنين سويني كفغا، ولكن رب الإفكار ذيك سنافوس. هذا هو المعنى الإجمالي للآية. سنة الله في الذين خلوا من قبل ينصر أنبياءه والمؤمنين، وفي الوقت نفسه يسلط ألوانا من العذاب على الكافرين على المشركين على المنافقين إلى غيره. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ذا المحالة تبدل. فقي سنة الله تجري إلى أن تقوم الساعة، تجري على الظالمين، تجري على الطواغيت، تجري على الكفار. والفهم يفهم، والمسألة إنما الإنسان لازم يستقبل
هذه الأمور بالإيمان الصادق وهو على يقين إلى قدي سعو الثقة ذي سيدي ربي وذي سعو الثقة وين دينا ربي سبحانه الوعد لسيدي ربي أذي وفي يسألونك الناس يسألك الناس عن الساعة الناس ذاكي وقادي استقساينا في من مثل يردوني من الساعة الكفار يسألون امتحانا من مثل يردوني ثاني ثورة سيقات تفضل غاشي كيني هوايون كان الدوني سامعيش تعاش مثل 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 ولاش لا عذاب القبر ولا العثاف ولا الأخرث ولو الدوني ثيك زرع ذي الدوني ضبرق ولك الدوني ما الأخرث ولا شيت السجي الكفر إلا في كل وقت وهذا الإنكار إلا في كل وقت وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام فإن فاتك هذا فعل الدنيا السلام لكن سنوم زوالو ولكن نكون نزرى باللي لخرث لا شحال أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ديني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر باش هذه نكمل الإيمان أنا من صربي وأنا من باللي ثلا لخرث الدنيث والزيلث ولا مغزفث أديس وسدي مث ومذان المثيك ملمي ألا ربك زران ألا ربك حصان ولكل أجل كتاب ما الإنسان ما يموت نتسى فقد قامت قيامته ذاين ملمي يموت نتسى ثنير الدنيث سنتسى وثنير الدنيث بياضة لما ديوسى وسنقالو ذيني مي ربي شحال اللايات أغدي توليه بلوث تسوثارة ثلا الدنيث والزيلث ولا ما غزفث أمعنى أخام القرار أخام اللفذة إذ لا خرث أما السعد بوين ري زرع ذي الدنيث أين ري غلث ذي لا خرث دايما دا يكون سمكتايا والسمكتي غيماني وقبل ذلك أذكر نفسي وإياكم بآخر ما أنزل في الوحي الطاهر الآية 281 من سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إذ الكفار يسألون عن الساعة امتحانا والمشركون يسألون عن الساعة تكذيبا إذن هؤلاء هذا شو دينار بيقول إنما علمها عند الله إناس في صلاة يسلم إناس من مثل آخر ربك زرع لذلك الآية مثلا في سورة القمر ذا في سورة الأنبياء الآية الأولى الآية الأولى اقتربت الساعة وانشق القمر فقل الله يثم زوارف في سورة القمر ذي سورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقترب اقرب مليح بعثت أنا والساعة كهاتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن من مثل يردني اقرب زر ما يغار خطر أين كولد يسمي قرب كل آت قريب أمعنى ملمي على ربي إقزران قل إنما علمها عند الله ثقي ذيني اختص الله بهذا العلم وحده ينور يحصي سوى انسى ملمي الثدير الدنيث وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة وما يدريك هو الآيتان تجيبان عن هذا الأمر إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا الله يثمثن الكفر ليس بالأمر الهين بل أكثر من الدنيث بزهون الدنيث يكفروا علنا ثورة السقيف في المواقع في الانترنت الناس تكفر علنا وتفتخر بكفرها عادي اسمها تركزة الزعامة أكفرا يرنا زخون الكفر السم الحنر جهنم وسبحان الله لا أغيه ضرب ذاك أدنيني ودي هضرب بلا إبليس والله الأمر ليس عبثا ماشي ذي لعب الشغالي ولا قربت ما ذي لعب نغادي يخدم هذه زرع الشك ذي قولة ونقم ذانا
باش هاد غفلن في الايمان نسن وهاد غفلن في الاخر نسن. اما السعد بوين يطفن يا ربي يعاش دين سلم يموت دين سلم اكيد يا ربي دين ربي الجواليس. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ما يموت بنادم دين سلم ما السعديس. الحمد لله الشرط الاساس شرط ام قراني سعاد من بعد الفاقي نسينك خدمه ياف اينك زرعه ذي الدنيا ثياف يرنا غس يموت ومذان وقاذي تسيذيرن اذن فعل وقاذي يموثن السقي كن من لا كن من لا نسايك وقاذي غزوان الله خرث ذي مولان الناغ ذي الجذوذ الناغ كل يوم ويثي زوارنا الله خرث زران باللي أوي قاد يموثن من الزمرة ننفع أثنفع دعوة الخير أكن دين ربي في صورة الحشر ذي الآية 19 يناد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أربي عفويا فعفوضوا قاد غزوارا سافرين الإيمان ما الصدق ضافينا كيموثن صدقني أتوض أسترنو ذي الدرجة ذي المقام ذي الجنة ما إلا الظل ذي السجود في كذا الدعوة الخير الصدق الفلاس تبويض صد العمرة تشقع ذاس الحجة تخدم ذا الصدقة جارية تغاز ذي الفير تشورك ذي الفنين سفيطر نغ المدرسة نغ الجامع نغ تعاون ذي اللي خدم كان الخير ثنوط إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أنويث مثك تقرع تبوانا تقول في ذوياكي أتصدق ضافين يموثن ذولي كان دا يروح ثنيا صار بيا في الفلاني ربي سبحانه وستسي وض وتنفع أي غردني غاولاكي باش نغفل راه في كاذي غي الزوار نغلا خرف ذا نكوني مرا نمث أغد مكثين وكذا ديكورين فيرنا وا يتمكثي دوا على حسب اللايا أم السلام في سورة الحشر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا إلى عنيثن سفوة سر رحميس يرنيه جاي سند جهنم والعياذ بالله أتفضى أم ذنور الزمرارة أذي قمع عشرة دقيقة يطيجي حمام أوري الزمرارة يوث لا سيكوند أذي غرفو سيسيث مستقين دونيف ديجا ثاقي تساقوا ذاتين الآخر زعما كيني كل تساقوا ذا ورتهافيغ ولا حول قوة إلا بالله وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا سورتو خالدين خالدين كي معنى إترنيلمون معنى إس ما تشد سعدين جهنم أسقاس عاميا نغاقول شهرين لا خالدين خالدين كي الصفراح السقراح الزرا ما كنت سميتي غادي اواخر سوره الزمر مي غادي يحكي ربي في سين الصناف دو كاتيغوري سناد صنفا مزوارو وسيق الذين كفروا الى جهنم الزمر اكيدنا الزور ديك السنه هذاك الشمن غير جهنم الزمر جماعات وجماعات اي غار اخطر ذي الدوني تسمع وانا في الكفر ويخدم فوذي ويض ويتعاون ويض أكني تسمعوانا في الكفر ذي الدونيف سيدي ربي أثني سيشم غير جهنم أنقروا ماشي أون ديتاي أنقر هذا الشمنا كني وسيق الذين كفروا إلى جهنم الزمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزناتها أتبذو ثزما ثعار ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ولكن كان تزمى دوني ثوار ثزمى دوني ثوار وما أدراك إثزمى الأخر ألم يأتكم رسل منكم يتلو عليكم إلى آخره قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين سبحان الله ودي قمارة ولاش وراي نكران في الدنيا هناك نكران
لكن ما نستعرفش وذي الاخرث إذ ديني ما نستعرفش لا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. الإخوة الذين تحركوا لجمع التبرعات يعني بطريقة سلسة، شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لكم. إذن ذا شو الكفار سيدي ربي سبحانه عز وجل يسكشميه يسكشم جهنم يرنا الزمراء يرنا ولا شوي نكران استعرفناك. أم بعد قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس فبئس مثوى المتكبرين. المعنى يس أن الكفار أذعش دي جهنم خالدين ما تشي يقولنا شهرين نغس قسنا عامين خاطين أدنوال أهل الجنة رجال ربي السيسن إن الوسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ولا شك في الزمن ياكلاش سوى والزيضان سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين يعني رب سيقر لا ثفنون ذي الدني ثوري صروحا را. آخر آية وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. المعنى يس وكذا كريز دغن جهنم من الكفار والمشركين ورس عن الوالي ورس عن النصير ورس عن ورثني عيونا ولا ورثني رفذا ولا يحارب فلاسا ولاش لا ولي ولا نصير. ولكن المؤمنين شحال الايه عند دين ربي ذن سيد الوالي نسن اما السعد بن اريسون ربي ذم دافع في الناس اذي حارب في الناس اشو دين ربي ان الله يدافع عن الذين امنوا ذا ربي ناد الله ولي الذين امنوا سورة البقرة الله ولي الذين امنوا. إذن الولاية سيدي ربي ولا شويت يشفان أما السعد بين سعد ربي غير ثماس ذاك شو دينا في ذاك الكفار إلى خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار والعياذ بالله ذو ذماون سبحان الله ذو ذماون مادام الوجه يتقلب في النار معنى الجسم كله في النار. يقولون يا ليتنا ذاقي من أمنيات الأموات خاصة ويا الكفار سيرما يتمناو ولكن هذه الأماني لا يمكن أن تتحقق. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول سبحان الله أسقارا ألو كان نظريك نحصيك ألو كان الله سوي قال يضو عن ربي يضو عن نفي أخطر إيسين أشحال أيث دين ربي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. عند دين ربي من يطيع الله من يطيع الرسول فقد أطاع الله يعني العبد الذي يضوع ربي وذي يضوع نفي صلى الله عليه وسلم. الزران في ذات بظن الحقيقة حصنت ذات سيري من لو كان الا نسقوي قال يضوع عن ربي يضوع عن نفي. يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول طبعا يفات الحال ذاين. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا. وضعنا ربي ذنفي ضوعا سادة نسن نكون نقرا سيدي
نقرا سيدي المؤمنين اكثر مع مريم الناس وسمنت في سيدي سيد سيت ان سيني دو في يعني معناتها اي جذوذ النغ المجتمع النغ يتقادر المؤمنين يتقادر المسلمون غادي سيدي منصور سيدي علي موسى سيدي سحنون سيدي فلان اي غادي نقار سيدي سيدي بلوى سيدي السيدي يجي ذي القدر ذي الحرمه وكذلك الكفار سعان ذا هم يقارن سيدي ولكن سيدي اثني بوند غير فريد ها ذا شو سنا دي نستعرف نس كلش وقالوا ربنا ذاكي تحوث سيدي ربي سقرن إنا أطعنا سادتنا نضوع السياد النغ وكبراءنا إمقران النغ مالوريزمو ذي الكفر فأظلون السبيل انضعفا ضيعنا وسكنا لفريد الهام نضاع يضاع وفريد يعرق وفريد بنا وفريد من الظلال آخر آية ربنا ذي شكوى وفي نفس الوقت اعتذار ننس ربنا آتيهم ضعفين ذي نسقرني ربي نثني عثفيث مرتين أي غار خطر نثني كفرا يرنب بنا وفريد الكفر يسمى خذ من سناف سثر نسقرني يا رب ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كثيرا وقي ذش السثر النثني ولكن ضرب بريخ من الشغليس بلا ما يشورثا بلا ما يسمح ساسن ولكن سيدي ربي فكايا غد يون المشهد سي المشاهد يوم القيامة إقوارا وقيد الوحي ذوى ربي سبحانه سوى نتسا إقزران ذش يضران ذش ريضرون ذش وري ضرون ذش ونضروا يرى إن بهاغيد إو الهاغيد وين يذبعنا بريض ربي القرآن الكريم أما السادس إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم والسلام عليكم ورحمة الله.